فيدرر الذي أصبح الآن 30 عام. وروجر يقول الجسد هو الذي يحكم على العمر وليس العمر هو الذي يحكم على الأداء، يعني بمعنى آخر بأنه كلما يستطيع الجسد أن يعطي فأنت شباب، فأنت شباب، ما زلت شباب. وهناك رياضيين في أعمار كبيرة تألقت في رياضات مختلفة لأن الجسد ما زال يحافظ على لياقته، على جسده، ممكن أن يعطي الجسد يعطي. وهذا ما صرح به روجر للمذيع الذي سأله بأن أصبح 30 سنة، وروجر أجاب قال طالما الجسد يستطيع أن يعطي فهو الذي يحكم وليس العمر. يا سلام على هذا الكلام، اللاعب بقيمة روجر فيدرر. ولاحظ هذا الفولي التحضيري ممتاز في العمق، وعلى ذلك ردة فعل ممتازة تحسب للفرنسي. هذا التبادل، أتمنى أن المباراة تسير بهذه الطريقة بهذه التبادلات الجميلة وبالإيقاع السريع حتى نستمتع مع هذه المواجهة. سونجا بعيد عن الخط الخلفي في وضع الحركة، هل تأتي بدروب شوت؟ ولكن ما نفذ بشكل جيد روجر. سونجا يعدل النتيجة شوطين لشوطين. روجر هذا الموسم روجر يفوز في 40 مباراة ويخسر 9، واستطاع أن يحقق 24 فوز على الأراضي الصلبة وخسر في 4 مناسبات. تحضير ممتاز، تحضير رائع من روجر. حضر في بروت شوت، بروت شوت في العمق، تحضير جيد.
دائما. الابروج عندما تأتي في الصعود بتحضير جيد لا تواجه صعوبة، وهذا ما حدث. كرة عميقة ما في حلول تسونغا إلا لوب، وبسهولة ينهي رجل. سعالي أكثر موسم كسب أكبر عدد من مباريات روجر كان موسم 2006 عندما حقق 92 فوز في 2006، وفي موسم 2006 كان الموسم الأجمل لروجر لأنه حقق في 2006 12 لقب، وهو الموسم الأكثر لتحقيق الألقاب لروجر كان موسم 2006، 12 لقب و 92 فوز وخمس خسائر فقط، خمس خسائر. سونغا يوقف التبادل، سونغا يتحدى في كرة عميقة قوية بالباكن من روجر، أوقف التبادل وتلامس، تلامس الخط وروجر يكسب النقطة ويكسب الشوط. ثلاثة لاثنين يتقدم روجر فدرا في المجموعة الأولى. اللاعب بتركيز عالي على شوط الأرسال. سونغا الذي منذ أشهر وهو يشارك دون مدرب، وقالت سونغا بعد تخليها عن ود كراتسكي بأن الآن من الصعب أن يجد مدرب، ويترك هذا الأمر ربما فيما بعد، بعد الموسم ممكن أن يجد مدرب يتعاون مع جو ويلفريد سونغا. وجو ويلفريد سونغا أفضل نتيجة هنا في كندا عندما وصل نصف النهائي في عام 2009. استطاع أن يحقق خمس ألقاب خلال مسيرته الاحترافية، ولكن منذ 2009 وآخر لقب له في طوكيو لم يحقق أي لقب حتى الآن. وهذا الموسم وصل نهائيين روتردام وكويت، خسر نهائيين وشارك مع منتخب بلاده بعد بطولة ويمبلدون كما هو الحال لروجر، وأخذ فترة راحة ما يقارب 4 أسابيع. وكل لاعب طبعا هو حضر نفسه بطريقته الخاصة. وجول فتسونغ على الأرسال، استقبال هجومي بالفورهند أمام الجسد، قرأ الأرسال جيدا روجر. 20 دقيقة من المنافسة حتى الآن في هذه المباراة. Okay. 15.
لحظة الارسال، لحظة من الدقة في توجيه هذا الارسال في المنتصف على الخط. ثلاثين لاعب.